طب برضو انا بحضر تمرينك يا كابتن، انا من الوقت للتاني كده بيبقى لي الشرف ان انا احضر التمرين حضرتك. لا انا اللي بنال الشرف ان حضرتك تبقى متواجد معانا يا كابتن. دي حاجه بجد جميله جدا، بس انا بحس انت بتهتمي بالناحيه البدنيه قوي، يعني انا شفت حتى التمارين الناحيه البدنيه، والجميل ان اللاعبات بيقدوهم باستمتاع، يعني دايما الناحيه البدنيه بتبقى تقيله على قلب اللاعب. خلينا نتكلم بامانه، واحنا من ايام ما كنا بنلعب واحنا عارفين الكلام ده صحيح، بس انا شفت ان في روح حلوه حتى في في الدريلات البدنيه. لا في حاله من الـ من الـ من التركيز ومن ان هم متقبلين ده. تمام. بص يا كابتن عيسى، انا بالنسبه لي كل مدرب بيبقى ليه طريقه لعب معينه او طريقه سيستم معين يمشي بيه. انا من ضمن اللي كنت بشجع جدا جدا الدفاع بتاعي يبقى قوي طبعا. انا بالنسبه لي بحب يبقى دفاعي قوي جدا، فتلاقي اكتر تمريناتي بتبقى دفاع يا بلوك يا ديفنسات، وطبعا الديفنسات بتبقى صعبه جدا زي ما حضرتك شفت العشره الطيبه والهراك وبتاع، ان بعود البنت تتعود على اقصى تعب في مرحله التمرين. فانا من ضمن يعني اللي بس بشجع. الجميل بقى ان هم بيتقبلوا ده منك. لا هم بيبقوا مبسوطين جدا الحمد لله رب العالمين. مبسوطين برغم ان اللاعب بتبقى دمها تقيل. لا الحمد لله. اللاعب ما بيحبش يدافع. دي حقيقه. يعني بيحبوا يهاجموا جدا. بالزبط. هم بالنسبه دلوقتي لعيبه الفولي اهم حاجه بالنسبه لهم ان هو الضرب، اطلع اضرب الكره في التلت انا كده خلاص انا الفنت. ده بالنسبه لهم. مع ان لعيب الكوره قالوا يا جماعه لعيب الكره الطايره قبل ما يكون قوي لازم يكون عنده مخ يفكر امتى اضرب، امتى احط بليز، امتى اعمل ايزي توب، كذا حاجه. بس فاحنا بالنسبه لي انا اهم حاجه كان عندي ان الدفاع بتاعي قوي، وده اللي بيخليني اخلص المباريات بدري. وده جيل حضرتك انت قلت انه مميز، يعني مميز جدا. يعني انت لما تقولي كده على جيل زي ده وانت مرنت كتير وشفتي اجيال كتير، لا يبقى الجيل ده فيه حاجه. في حاجه تانية يا كابتن هيثم، اللاعبات اللي متواجده بتشجعك ان انت تلعبهم في اي بوزيشن. يعني انت عندك لعيبه، كل لعيبه بتقدر تلعبها في المركز اللي انت عاوزه. ممتاز. فبالنسبه لجميع الماتشات ما كنتش بخلي مدرب يقدر يعمل سكاوتنج عليا لسبب واحد، ان انا يعني لعيبه زي نور ايهاب، لعيبه قويه جدا بتمتاز بالضرب الساحق ودفنسها عالي. مركز كام هي؟ هي مركز اثنين اساسي، مركز اثنين. تمام. وبلعبها اربعات عشان هي ضريبه عاليه وبتضرب من فوق البلوك. تمام. انا اكتشفت نور ايهاب السنه اللي فاتت في بطوله الجمهوريه، في نهائي بطوله الجمهوريه طول السنه كنت بلعب بيها في مركز اثنين، فجاه لقيتها ممكن في ماتش الصيد الاخير لعبتها في مركز اربعه، فكانت ضربه للفريق الثاني ان هو مش عارف ازاي تلعب اربعه، مفيش سكاوتنج، فكانت بالنسبه لنا نقله تماما. فالسنه دي نفس الموضوع باديه معاها اثنين واربعه. في ناس كتير قوي بتتكلمني ليه نور ايهام ما تبقاش من الاساسي، من السته الاساسي من 2003 مش 2004. انا بالنسبه لي عندي فريده الحناوي لعبت مركز اربعه، عندي سندس لعبت مركز اربعه، عندي مريم ياسر لعبت مركز اثنين، ايات ياسين بتلعب اثنين وثلاثه، فكل واحده بتلعب مركز واثنين، وده بيبقى صعب المهم على المدير الفني. فانا بخلي نور ايهاب بالذات بره، يمكن ما بلعبهاش من اول الماتش لما تشوف الدنيا رايحه فين، بشوف بقى فعلا المركز اثنين هل بتاعت بوزيشن اثنين ماشيه كويس قوي هتكمل ولا بتاعت اربعه. فدي بالنسبه لي كانت اللعيبه جوكر.